السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أينما كنتم. رجعنا لكم بفيديو جديد مع إبراهيم، فيه تفاصيل كثيرة. حقيقة إصابة ياسر أتا وموقف الجيش من التفاوض وجمع التفويض ومحاولة إنقاذ ما تبقى من الميليشيات، يعني كلام كثير. فأراكم نسمو بر يتكلم عن القمة كثير وموقف رؤساء جسم السوداء، أثيوبيا وجنوب السودان وتشاد، الدور الأربع ديل. إذا أراكم نسمع السلام الله عليكم جميعا أينما كنتم، لايك ومشاركة وتعال راجع للفيديو. طيب قبل ما ندخل في أي تفاصيل بتاعت موقف عملياتي بالنسبة للبرنامج بتاع دول الجوار ده، أول حاجة أن إحنا المعروف يعني رئيس جنوب السودان سلفا كير على القزمة اللي اسمها أبي أحمد ده، بالإضافة بتاع كينيا، بالإضافة بتاع إريتريا، معروفة الدول دي موقفة إنها دول غير محايدة وداعمة للجنجبيت واللي بتعمل فوق، وده كله محاولة لإنقاذ الجنجة بأي شكل من الأشكال، لأن يا إخوانا الجنجبيت انتهوا، الجنجبيت انتهوا، ما عندهم أمل إنهم يرتبوا صفوفهم، خلينا ينتصروا على القوات المسلحة. فنحن والله ما بنرحب بهم الأربعة ديل. أما بالنسبة لل فخامة الرئيس التشادي ده، فهو يعني يعلم تماما انه الجنجويد ديل ما عندهم لا قيادة الصف اول ولا قيادة الصف ثاني ولا قيادة الصف ثالث، كان عايز ينقذ ما تبقى من الجنجويد الان الموجودين هنا ديل، عنده قبائل في تشات هناك يخاطبها تخاطب أبناء الآن الملاقيط اللي قاعدين في السودان ديل، تخاطبهم منهم يعملوا أرض سلاح ويتخارجوا، يعني دي حلها بسيط، ما محتاجة تمشي القاهرة وما عارف مؤتمر وبرنامج والكلام ده. والجيش جبال لما طلع بيانه ده قال لك فور انتهى الحرب، يعني فور انتهى الحرب دي شنو؟ يعني بعد حسم التمرد. الناس ما تودي وتجيب تقول انه الجيش رداخ والجيش دار حلول، لا والله والله ما في زول الان في قيادة الجيش ديل يقدر يوقف الحرب دي ما لم يحسم التمرد، لانه الحرب دي حرب على الشعب السوداني والضرر منها الشعب السوداني ما بتقف. احنا بنعرف حاجة اسمها حسم التمرد، اصلا اي محاولة لانقاذ الجنجويد ديل بنقطع على الطريق، اصلا شفت البل يستمر لحد اخر جنجويدي. فهو من المفروض يخاطب القبائل ويكلم داك بتاع النجر داك بازوم، يتصل عليه برضه يكلم القبائل اللي هناك ديك، يخاطبوا ما تبقى من الجنجويد ينقذهم على الاقل، لانه اي جنجويد داخل الخرطوم دي والله العظيم حينبل وحينجرم، ما عندهم اي حاجه. عشان كده وانا الناس ما تركز مع البرنامج ده، والله خليت عامل 100 مره ولا بغير الشغله دي حسمي، بس الجيش جاهز وقاعد والجيش في افضل حالاته. والله جنجويد ده بس شفته بحد اسمه البرهان ده، البرهان ما دار يضرب الضربة القاضية، لو دار يضرب الضربة القاضية بس شفت يفرد حظر التجوال ويفك اللجام. يا اخي انا بتكلم معاه طيارة امس اقسم بالله قال لي احنا حتى الطيران ذاته والله ما زال محجم، الان الشغلة يعني بقت بالجرعات، يعني بالطلعات، طلعت فلان طلعت علان كده، يعني قال لي الطيران ده اقسم بالله بالاضافة بضاعة جديدة التركية جادي، لو دارين يشتغلوا شغل جادي ويستهدفوا التجمعات بتاعت الجنجويد ديل بصورة مستمرة وبالحصاد، والله العظيم قال لي الجنجويد ديل ما يفضل منهم زول، والله قال لي كده. فالمسألة كلها من البرهان، البرهان ده شفت لو كان اشتغل صح، انا عشان كده قلت لك المعركة ده زول غشيم، لو كان اشتغل صح من بداية معركة دي كان لحد الآن شفتها، لا شفنا سلفاكير ولا شفنا ما عارف أبي أحمد ولا شفنا ما عارف بتاع ده بتاع كينيا ده، ولا كان سمعنا بحاجة اسمها مبادرات، كان زمان موضوع ينتهي ويتحسم. لكن طبعا في مثل بقول لك الطول بيجيب أنا الهول، ياهو برهان بيطول في المواضيع أنا ما عارف عنده شنو، مع إنه الجيش قاعد ومرتاح، الجيش قاعد ومرتاح، والجنجويد الفضل الآن الجيوب اللي قاعدين ديل والله العظيم ما يساوي وحدة
من وحدات الجيش، والحركات قاعدة أقسم بالله العظيم شفتها ما لا عدد لا تحصى لا تعد، موجودة عساكر معنوياتهم في السماء وضباط معنوياتهم في السماء، أقسم بالله يا أسد تشوفهم كويس. الدواء بتاع الجنجبيل، طبعا الجنجبيل نقول لهم دواء اسمه العمل الخاص. العمل الخاص يا اخواننا عبارة عن شنو؟ يعني قوات نشيطة وسريعة بتحدد أوكار معينة بتمشي بتدايمها وبتمشي تنظف الجيوب، ده شغلها. فالأبطال اللي عينك تشوفهم ديل الشغالين باستمرار ديل والله العظيم الواحد لما تيجي مأمورية كويس والله بعين نفسه براو، كان ضابط كان فرد أقسم بالله العظيم براو، لا بقول له انتباه أبقى مالك، لا براو بيجري حماس يا زول وشغالين وبيقوا كابوس الجنجويت. جنجويت لو نايم صح منهم بقول عمل خاص، والله العظيم شغل بل زي البل. انا ده قلت النازل والله الا كان دربهم خصيصا للجنجة ديل، بيقوا كابوس الجنجويت شفتهم جبال. ساقول لك الجنجويت ده السواقة صح، 27 جنجويتي ديل هلكوا، 26 عربية تم استرجاعها منها 13 عسكري و14 مدنية بالاضافة ل 11 موتر، بالاضافه لانهم داهموا اكبر معتقل لجندبيل كان يعني بيعتقلوا فيه الناس اعتقالات تعسفوا فيه وبعذبوهم حتى لقوا فيه جثتين، بالاضافه لبعض الطوابير اللي قبضوهم حتى معاهم طابور كده ني يعني ما شد حيله حلوه. قال انا نازل قاعد اعمل لهم شاي لبن واعمل لهم زلابيه وشغال بمرتب حلال، ده في التحقيق لا هو الزيت حلال ولا الدقيق حلال وجندبيل ده اي حاجه اظن عندهم سارقنا ما عندهم حاجة. زمان جروا خلوا تموينهم في المعسكرات استلموا الجيش، والله تموينهم جرارات واقفة جروا خلوه هناجر اقسم بالله العظيم مشونة، ها جروا خلوه الحي منهم طار خلاه، ما عندهم حاجة يا زول ما عندهم حاجة. احنا بنحذر اي واحد نتعامل مع نازل انت زيهم واحد تتبلى بس، حتى في ناس الليلة جروا بلغوا عدبرة لكن برضو عدبرة هناك الستيك موجود فيها. طيب نرجع لموقف العمليات، موقف العمليات طبعا نصر الجو الليله عزلوا ارتكازات كده تم جرمها، وامس انا ما طلعت امس كان في ارتكازات كبيره للجنجبيل تم جرمها، ارتكازات كبيره جدا جدا في شارع 60 هناك دق بالملي تم جرمها. كمان عسكري الليله ما قصروا تدوين زي التدوين بل زي البل، اقسم بالله العظيم في مكان الجنجبيل دايرين بالدمله بل بس اصلا تاني رجع ما في شغل زي الشغل. برضه نزل معمل خاص مسكوا باللي صح مع الجماعه في النزهه ماشوا نظفوا الصحافات دي زي ما انتم شايفين. ويا اخواننا اذا بيجي بيقول يا اخوان ارتكازات الجيش اعمل ارتكازات الجيش عنده فار في موضوع ارتكازات، ارتكازات ممكن تهاجم ممكن تهاجم في حتات ضروري فيها ارتكازات الجيش خدت فيها ارتكازات ومأمنة كويس، لكن ما اي لفه انت داير تحط لك فيها ارتكاز. فالشغل مدور والبل مدور والجغل مدور بل زي البل، والله الجيش ده قاعد ها والجيش ده اقسم بالله العظيم مش ديل. لو حتى جنجويت الميتين شفت الهلك وزاته لو تاني قوموهم وادوهم معسكراتهم ما يقدروا عليه والله ما يقدروا عليه. انت سأقول لك المحاولات بتاعت ناس ابي احمد وسلفاكير انت قال لك حبه في السودان ها ده هم النازل اساسا ده دمر الجيش السوداني ماشي شكل من الاشكال، جابوا الرعاع عدل ها هم الكفيل بتاعهم عشان يفككوا الجيش وفشلوا. الجنجويت ده يا زول كان جاهزين وكان قايلين الشهر ده تتم في 5 ساعات، قايلين يمكن الجيش ده جيش وهمي سائل، لكن الجيش وراهم لك طفى النور منه، عشان كده هسه المحاولات دي كلها عشان ينقذوا الجنجويت، لكن وين؟ بل بس والبل ان شاء الله مستمر. طيب بالنسبه للانتهاكات بتاعت الجنجويت، الجنجويت طصوا مره في سوبر قتلوها قنص واحد في العشرة في مركز كده اسمه التهامي قنصوا منه شاب ما عنده علاقة ذاته ولا جنس غير قنصه قماصة بده كويس. برضو يعني ارتكبوا انتهاكات في كافوري لا تحصى لا تعد، وجقلوا عربات بتاع الناس وفي واحد كسر رجلين حتى ساقوا عربيته، وجو عدد واحد في العشرة عنده بوكسي معطل قال له يا اخي البوكس ده انا احنا نجي راجع بنمشي وبنجي راجع له ونلقاك صلحته. شوف قلة الادب يعني يصينوا هم يجوا يسووا، عشان كده احنا نقول للناس امشي يا اخواننا تسلحوا
يا اخواننا ابقوا رجال وموتوا في ارضكم وموتوا في عرضكم. في ناس بيقول لنا لا 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 لا, لا. وتدعوا على الحرب وانتم دي حجاره يا زول. بيجي من تشاد من النيجر ها بيجي عشان شايل له سلاح يجي يقل ادب ويستفز الناس ها. والله يتبلى والله يتبلى اقسم بالله تحلى ويمشي لا الله. شنو يعني اذا انت تجي تقول لنا قال ما تدعو للحرب؟ الحرب ده على انه الشوارع نزل عشان الحرب دي تقوم ها. بعدين هم قالوا حرمهم على الجيزان يعني هسه الشعب السوداني ده خلاص كله كبزنه ولا كيف؟ ها يتبلوا بس ناس تمشي تتسلح يا زول تمشي تتدرب تاخذ جرعات تدريبيه وتجي تدافع عن ارضها وعرضها وفي تفويض كامل للقوات المسلحه انه يمسح يسلمنا نظيف. تفويض كامل للجيش يمسح يسلمنا نظيف ما دارين اي جنجويتي. الكلمه كلمه الجيش الفتره دي بالذات كلمه كلمه الجيش. لا صوت يعلو على صوت القوات المسلحة بل بس. طيب بالنسبة للموضوع بتاع يا صلاطة يا صلاطة طبعا قالوا يتصاب يا اخواننا يا صلاطة البرهان الكباش الناس دي شنو عساكر صح؟ العسكري ده من يوم ما لبس كاك عارف نفسه يا اسير يا شهيد يا جريح. الجيش فرق من الميليشيا. ميليشيا قياداتها طفشوا اتفرقت. اما الجيش ده حتى كان فات البرهان فات ياسر العطا فات كباشي فات اي زول بيجي بحل محله نفس الرتبة وبتدور الشغل. الجيش ده مؤسسة ما زي الميليشيا ما زي انا ودعم فلان انا هنا يسمع فلانات. لا لا الجيش ده قانون يا زول. عشان كده يا صلعات ده يعني فرقوا شنو من الشهيد عثمان مكاوي فرقوا شنو؟ ما في فرق. ونسأل الله انه ربنا يحفظه يعني والناس ما تجروا للاشاعات. واخوانا اطمنوا والله العظيم الجيش بالي وحيبلوا الخيارات موجوده الخيارات موجوده يعني الجيش ده لسه عنده قوات ما دخلت المعركه عنده فك الايام عنده الجنود ما عندهم حاجه. الجنود ما عندهم احتياط ذاته يا زول فكت منهم. فعشان كده الناس تتفائلوا ان شاء الله منتصرين باذن الله تعالى. ولايك ومشاركه وما تنسى لنا المشاركه معي تحمل لنا الصفحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله يا ابراهيم كلام واضح. هو جيش اذا كان قبل تفاوتي ولا زي ده هو براه درجه هزيمه لنفسه لانه مواطن ده كلمة واضح ان سوي انت قال له هاي ما دار تفاوت الجنود دي لازم ينتهوا. ده كلام منتهي. وقفة رؤساء الدول الجوار دول كلهم بقولوا انه تأثروا بحرب السودان واذا طال انه نتضرر اكتر لكن ما عندهم حق انه يصدروا قرارات تمس سيادة السودان. اما الرئيس التشادي هو اصلا جنجويد وقاعد في السودان هم من مصلحته لان جنجويد هم معارضة لكن ما عرف زول يتقلب انه كيف سمح لامارة انه تبني قاعدة جنجويد في طشاد لأنه هو نازل بخط بيشكل لهم خطورة في نفس ذاته ممكن أي وقت ينقلبوا عليه. فما أعرف كيف حصل الكلام ده لأنه القوى جنجويد في السودان هم مصلحتهم أصلا. وإن شاء الله بكرة الليلة الجمعة الناس تطلب كلها بقدر ما يمكن إنه تفوت قوات الشعب المسلحة. هو القوات الشعب المسلحة أصلي في الأصل ما دار التفاوض أصلي هو الحامل الوحيد للبلاد. الجنجويد دي الأصل دي ميليشيا. ميليشيا ده يمكن تكون جزء من الجيش. لا ما بقول كلام دي الأصل. يا أخوانا هذا اللي بقوله زي ما قلت يا إبراهيم إصابات بتغييرات القوات الشعب المسلح سواء كان ياسر عطا أو برهان أو الكباشي كلهم ديل بيفتكروا إنه نازل واحد فيهم إذا قتلهم أو ديل كلهم كان قتلهم الجيش السوداني يسقط. ديل فهمهم. لكن جيش ديل هذا قيادة مسلسلة دي مؤسسة للدولة كامل له 100 سنة و 200 سنة. القيادات كانوا ماتوا ما حياقوا أصل ديل زي ما قلت من أول هم أصل ميتين ده واجبهم وبموتوا. كان ماتوا برضه دي جيش السودان لن يسقط. الشعب السوداني كله يبقى بكون قوات الشعب المسلح. فإن شاء الله نصر الحليف لقوات الشعب المسلح وبرهان خليه يعمل يعني قرارات شجاعة صراحة كده يعني. صراحة كده أنا خان والله ألحق الناس دارفور ريد ناس دارفور ريد انتو ديسيتو مرة وبيجوا بيفكروا كلام تاني غير. وإن شاء الله ربنا ينقذ البلاد والنصر الخليفي إن شاء الله. تسلم.